تاني مشكلة هتلاقي رجلك بترعش، وهنا ممكن تتني ركبتك بحيث تحافظ على نفس الشكل الميكانيكي بتاع الفورم بنفس التأثير المستهدف في عضلات الصدر. السلام عليكم. لما بنيجي نتكلم عن تمارين وزن الجسم بتلاقينا دايما بنذكر تمرين العقلة، الضغط، السكوات، لكن في تمرين دايما مظلوم معانا وهو تمرين المتوازي، رغم انه لا يقل اهمية ابدا ويعتبر ركن اساسي لازم تعتمد عليه في جدول تمرينك ايا كان هدفك ومستواك الحالي. وعشان حاسس اني مقصر مع التمرين ده ومش بديله حقه، فانا هعوضه بفيديو النهاردة هوضح لك في السريع الشكل الخام لتمرين المتوازي، وهنتكلم عن اشهر المعتقدات الخطأ عن التمرين واللي بنشوفها دايما في صالات الجيم والحديد، وبعدها هنوضح ازاي تستهدف باشكال مختلفة من التمرين زوايا مختلفة من عضلاتك عشان تخدم هدفك. انا حمدي جودة، طالب علاج طبيعي وباحث في مجال الرياضة، وهنا في افلاطون بشاركك بكل المعرفة والمعلومات والخبرة الكافية بالدمج بين تمارين وزن الجسم والاوزان الحرة للوصول لافضل نسخة جسدية من نفسك. فانزل اتأكد انك عامل لنا سبسكرايب او اشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ. خلينا نبدأ بالشكل الخام. بتبدأ من أعلى نقطة وانت شدد جسمك كله على خط واحد، بتتحكم في وزن جسمك وانت بتنزل ببطء تدريجي بفعل الجاذبية لحد ما توصل لنقطة كوعك بيكون عامل فيها 90 درجة تقريبا أو أقل من كده كمان لو عندك المرونة الكافية في مفصل الكتف، وترجع تفرد وتشد جسمك لفوق تاني عشان تطلع لنقطة البداية. أنا مش هتكلم عن أي تفاصيل تانية في فورم أو شكل التمرين من الأخطاء ووضعيات المفاصل بتاعك، لأننا بالفعل اتكلمنا عنه في فيديو المتوازي الصحيح، هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. انصحك تروح تشوفه قبل ما تكمل الفيديو ده اللي يعتبر تكملة للي فات. خليني دلوقتي اواجهك بالمعتقدات الشائعة عن تمرين المتوازي. لو مفكر ان تمرين المتوازي تمرين للتسخين قبل ما تخش تمرينتك الاساسية او للتفنيش والانتهاء بعد ما تخلص تمرينك، فانت محتاج تعيد حساباتك يا صاحبي. تمرين المتوازي يصنف من التمارين المعقدة او الكومباوند موفمنتس اللي بتشغل اكتر من مجموعة عضلية واكتر من مفصل. ولو كنت رحت اتفرجت على الفيديو الاول كنت هتعرف انه تمرين بوش او دفع يختلف في الميكانيكية بتاعه عن تمرين الضغط، ومعقد اكتر من تمرين الضغط، وبيشغل مجموعات عضلية اكتر من تمرين الضغط. فكونك بتعامله كتمرين احماء او تفنيش فده يدل على عدم ادراكك بكل التفاصيل الخاصة بالتمرين ده. في ايه يا عم؟ انت محسس ان غلطت في اخوك الصغير؟ ما خلاص، ما كانش تمرين يعني. لا، هفضل وراك لحد ما تقتنع ان تمارين وزن الجسم وخاصة المتوازي اللي بنتكلم عليه النهاردة هي تمارين منفصلة قائمة بذاتها، لا يمكن معاملتها كمجرد وسيلة للوصول للبمب او احساسك بالضخامة العضلية زي ما بنشوف في ساحات الجيم. دي فرصة لمفاصلك ومكونات مفاصلك من الأربطة والأوتار على استيعاب كمية الضغط الواقع عليها والتغيير والتطور التدريجي، وهتتمثل أشكال عدم إدراكك للتمرين في أداء فورم رديء منه، وأشهرها أداء نص المدى الحركي سواء بعدات مبالغ فيها أو بحمل زايد عن الحد. طيب يا عم صدعتني، قول لي على الخلاصة، يعني أعمل إيه؟ ابدأ تمرينك بإحماء محترم قبل ما تطلع على جهاز المتوازي. اتمرن بفورم صحيح بمدى حركي كامل وتفعيل مظبوط لكل المجموعات العضلية شغالة معاك في التمرين ده. افصل بين كل عدة والتانية بثانية او اتنين. كمان ممكن تمارس اشكال الايزومتريك او الثبات من التمرين عشان تتأكد من استفادة مفاصلك وعضلاتك من قوة التمرين المتوازي. واخر حاجة هتعملها والاهم من كل اللي فات بالنسبة لي، انك تدعيلي وتدعمني باللايك والكومنت الايجابي، لان ده بيدي اشارة لخوارزميات يوتيوب ان الفيديو مفيد، وبالتالي هيظهروا لعدد ناس اكتر وهيستفادوا من المحتوى اللي بنقدمه. ودلوقتي خلينا نبدأ في عرض الأشكال التفصيلية لاستهداف العضلات المختلفة من تمرين المتوازي. بس اهدى عليا، مش تعرفني بيشتغل على عضلات ايه الأول عشان تقولي عضلات مختلفة؟ باختصار بيشتغل على عضلات البوش عامة أو الدفع، وهي الصدر والترايسبس والكتف، وكمان بعض عضلات الظهر العلوي. وإحنا دلوقتي هنتكلم عن الأشكال اللي بيها تقدر تفرق وتستهدف جزء من عضلات الصدر عن الترايسبس عن الكتف، وهنبتدي بالشست دبس أو تمرين المتوازي لاستهداف عضلات الصدر. هتميل بالجزع بتاعك على قدام بشكل اكبر من الفورم العادي، هتسحب لحين الكتف لورا وهتجيب رجلك قدامك، وهتبدأ تنزل بتحكم واتجاه الكوع بيبقى بزاوية خارجية، وتطلع بتحكم اكبر لحد ما تحس بشدة عضلات الصدر من وجهة نظرنا كفيزيو او دكاترة وطريقة كلامنا بالبايو ميكانيكس او الميكانيكا الحيوية. فالشكل ده بيحط خط التوازن والجاذبية بتاعت وزن جسمك بامتداد البيكتورال ريجون او منطقة الصدر، ومن هنا بيجي تركيزه الاكبر من الفورم العادي لاستهداف عضلات الصدر.
وانت بتجرب الشكل ده هتواجه ثلاث مشاكل. اول واحده ان كتفك هيعمل اتب او هيتعوج لفوق، واللي بنسميه انتيريور سكابولار تيلتنج، وده شكل غير مسموح بيه ابدا، وده حله انك ترجع تشتغل على مستويات اسهل من تمرين المتوازي زي الدبس شولدر شراجز عشان تفهم وضع السكابولا او لوحين الكتف المشدودين لورا بالشكل الصحيح. تاني مشكلة هتلاقي رجلك بترعش لو عندك ضعف في الكوادز او الاماميات بتاعت الفخذ، وهنا ممكن تتني ركبتك بحيث تحافظ على نفس الشكل الميكانيكي بتاع الفورم بنفس التأثير المستهدف في عضلات الصدر. تالت مشكلة هتلاقي كوعك بيلف بشكل مؤذي وانت طالع. عايزك تفرق بين ان اتجاه كوعك يكون لبرة شوية زي ما بنأدي في الشست دبس ده، او ان وضع كوعك يسمى بالفليرد إلبو. الوضع ده بنحذر منه في اي تمرين بوش عامة. صور نفسك فيديو عشان تتأكد انك بتأديه بالشكل المطلوب. تاني شكل من تمرين المتوازي لاستهداف عضلة الترايسبس، ترايسبس دبس، وهنا هنخلي حركة جسمك بشكل رأسي اكتر من الشكل المعتاد. اتجاه حركة كوعك هيكون لورا شوية وبشكل مضموم اكتر على جسمك. عايزك تبدأ الشكل ده بهدوء تام، لان اي حركة مفاجأة هتحط استرس ملوش لازمة على الكوع والرست. نيجي لاخر تصنيفه لاستهداف عضلات الكتف، شولدر دبس، وهنا هتتخيل جسمك كسهم رأسي بيميل بشكل مستقيم على قدام، وهتبدا تنزل وتطلع وانت محافظ على الخط ده. زي ما واضح الحمل كله هيكون مرتكز على منطقه الكتف خاصه عضلات الكتف الاماميه، فهي اللي هتتهان معانا في الشكل ده. تجنب النزول لمدى حركي مبالغ فيه خاصه لو كان عندك المرونه في الكتف ازيد من قوه عضلاته. كمان عايزك تفرق بين النزول على قدام بتحكم في وضع الكور والرجل، وان انك تهبط بشكل عشوائي على قدام. ودي تجميعة لملخص التلات اشكال والفرق بينهم. خلينا اوضح لك بعض الافكار والملاحظات المهمة اثناء تطبيق الاشكال اللي اتكلمنا عنها. عضلات الصدر والترايسبس والكتف شغالين معاك في اي شكل، عشان ما تفكرش ان في شكل من اللي اتكلمنا عنهم بيعزل العضلة المستهدفة منه بشكل كامل. نسب عمل العضلات مع بعضها بتزيد وبتقل بتغيير وضعيات مفاصلك وجسمك ليس الا. يعني لو عندي في الفورم بتاع المتوازي العادي عضلات الصدر بتشتغل معايا بحمل 50%، فانا في الشست دبس بقدر احط عليها لود او حمل زيادة ممكن يوصل لنسبة 60 و70%، مش 100% ولا حاجة. في حاجة كمان عايز اصرحك بيها، انا شخصيا مش بفضل قوي شكلين المتوازي بتوع الترايسبس والكتف، لان فيهم مخاطرة تركيز وحمل اكبر على مفاصلك اكتر من الاستفادة اللي بتحصل عليها عضلاتك، فبفضل اعزلهم باشكال تانية من تمارين الضغط، واللي بعملها بشكل اكبر كمان مع المتدربين بتوعي زي السفنكس بوش اب او المستويات الاسهل منه عشان استهدف الترايسبس، او البايك بوش اب لاستهداف عضلات الكتف. اما بصراحة اللي جامد جدا واللي فرق معايا شخصيا في شكل وقوة عضلات صدري هو الشيست دبس، ده اللي انا رشحهولك وبشدة مع الحفاظ طبعا على الفورم الصحيح منه. وبعد كل ده اكيد ليك حرية الاختيار. اما لو كنت مش عارف ايه اشكال التمرين الانسب ليك والهدفك، فانزل سجل في الاستبيان اللي هتلاقي الرابط بتاعه تحت في الديسكريبشن، وتواصل معانا عشان نساعدك ببرنامج مبني على اساس علمي وتجريبي للوصول لافضل نسخة جسدية من نفسك. ودي شوية فيديوهات ممكن تساعدك في رحلتك، ولو عندك اي افكار لاي فيديوهات تانية سيبها لنا في كومنت تحت، واشوفك دايما بصحة افضل باذن الله. انا حمدي جودة، الله حافظ.